ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله في هذا اليوم يوم السبت 27 من شهر ذي الآخرة وفي هذا اليوم ندخل إلى الحديث الجديد وهو حديث برقم 6 ولكن هو الحديث 4 لحديث المرفوع ولكن قبل هذا فليتفضل إخواننا أن يكمل المتن بارك الله فيكم بسم الله قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن سعيد بن عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يؤتى بالجسر فيضرب بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال فنحبة مزلة عليه خطاطيب وكلاليل وحسكة مفلطحة لها شوكة مخيفة تكون بنجم يقال لها السعدان المؤمن كالطرف وكالبر وكالريح وكجويل الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخلوش في نار جهنم حتى يمر آخره يسحب سحبا كما أنتم أشد لمناشدة في الحق وقد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار حتى إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله عز وجل اذهبوا من كان في قلبه من قول ذروة اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه يحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا فيعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فيخرجون من عرفوا فيعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا قال أبو سعيد الخدري فإن لم تصدقوني فقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة من إيمان إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فيصفأ نبي خلاص لكن أنا قد شرحت هذا صح قد كمل الحديث وحسنة مفردات لها شوكة مخيفة تكون من أجل أن تقوم بها السعداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسنة مفردات لها شوكة مخيفة تكون من أجل أن تقوم بها السعداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسنة مفردات لها شوكة مخيفة تكون من أجل أن تقوم بها السعداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسنة مفردات لها شوكة مخيفة تكون من أجل أن تقوم بها السعداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسنة مفردات لها شوكة مخيفة تكون من أجل أن تقوم بها السعداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسنة مفردات لها شوكة مخيفة تكون من أجل أن تقوم بها السعداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسنة مفردات لها شوكة مخيفة تكون من أجل أن تق
مخلصة إلى جهنم فيؤمن عليها فطر حتى يمر آخره بسحب سحبان حتى يمر آخره بسحب سحبان ثم لا شك للمشرك له نفاق وتمايلكم من المؤمنين يومئذ الجبار يقول فتمايلكم يومئذ من المؤمنين يومئذ الجبار وإذا رأوا أن يقرن جو بإخوانهم يقولون ربنا يقرنا فإن يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فوجدتم في قلبي مثقال لدار من إيمان فأخرجوه فيخرج ويحرم الله صاحبهم من النار فيدخلهم ويغفر الله في النار ويخرجون من النار إلى قلبه وإلى أنصاف سقيهم فيخرجون من النار ثم يعودون فيقولوا اذهبوا فوجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه ويخرجون عرفوا ثم يقولون فيقولوا اذهبوا فوجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه ويخرجون عرفوا قال ابن سعيد فإن لم يصدقوني فقرأوا إن الله يدعو مثقال ذرة وإن تكون حسنة يضاعفها بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رضي الله تعالى يقول ابن البخاري رحمه الله حدثنا بكر حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد عن عقبه بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم كما يرى رسول الله من الجسر قال منحرة مزلة عليها قطاطيف والكلاليف وحسحة مفلطحة لها شوكة قيفاء تكون بالنجد يقال لها أسعدان المؤمن عليها كالبرق وكالطرف وكالريح وكالأجاوي للخيل وكالركاب فناج مسلم وناج مقبوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة قد تبين لكم من المؤمن يومئذ الجبار فإذا رأوا قد ناجوا في إخوانهم يقولوا ربنا كانوا يصلون معنا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه وحرم الله سعرهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم فيعود فيقول اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعود فيقول اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها فيشفع الأنبياء والملائكة النبيون فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بكيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوما قد انتهشوا فيلقون في نهار في أفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حفتيه كما تنبت الحبة في حميم السيف قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة كما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان إلى الظل منها كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيدخلون الجنة فيجعلون في رقبتهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء اتقوا الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا فيقال لكم ما رأيتم ومثله معهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف حفظه الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال عن خالد بن يزيد قال عن سعيد بن ابي جلال قال عن زيد قال عن طيب بن يسار قال عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي كلب الجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله ما الجسر؟ قال منحدث وزلة عليه خطاتيف وكلالب وحسبة مفرطحة لها شوكة طيب تكون بالنجد يقال لها سعدان. المؤمن عليها كطرف وكالبرق وكالريح وكأجابل الخير وكالركاب حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فما أنتم يا شد لمناشدة بالحق. قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار فإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى إنه فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. يحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعدهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة عنده حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. فيقول الجبار بقي شفاعتي فيقبض قوضا من النار فيخرج أقواما قد انتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حمير السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان منها إلى شمس كان أخضر وما كان إلى ذل منها كان أبيض. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في لقابهم الخواتم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء متقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. فيقال لهم لكم رأيتم مثله معه